اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم مثل بشي شكل. مثلنا اليوم كيقول كون كان الخو خداوي كون داوى راسو. بقى معايا نكتشفوا ابداع ديال المواطنين المغاربه، نشوفوا الترجمه ديالو بالفرنسيه لغات اخرى، نضحكوا مع الطرائف اللي وقعوا معاهم. ما تمشيو فيه. هذا المثل المغربي كيقول لو كان الخو خداوي داوى راسو. داوى راسو ولا ما داواش؟ داوى راسو. واخا هذا المثل ترجموا ليه بالفرنسيه. فرنسي ما نقدرش. عندك شي لغه اخرى؟ فرنسي ما تقدرش، شي لغه اخرى؟ ما عنديش شي لغه واحده اخرى. وانت عندك مع الامتى؟ ايوا هذه معروفه. تعرف ترجمها لي بالفرنسيه؟ لا. المثل المغربي كيقول كون كان الخو خداوي كون داوى راسو. قول لي داوي راسك. سنة هذا المثل ترجموا لي بالفرنسيه. ما قاريش اختي، تنعرفها من واحد حتى العشرة. ها؟ ما قاريش. إلا معدل قلتي 10. قلت لك قاريها من واحد حتى 10 ماشي معدل. كون كان خو خداوي يداوي راسو، حيت الخوخ ما كيداويش. كيداويش راسو. ما كيداويش راسو. الخماج. ما غاديش يداوي. هذا المثل المغربي كيقول كون كان الخو خداوي كون داوى راسو. عمرك شي خوخ داوى راسو؟ هو ما عمره ما غيداوي راسو. إلا قلت لك هذا المثل في نطاق البسط ترجموا لي بالفرنسي. كون كان الخوخي. ولكن هذيك الترجمة الحرفية. صعيبة. يلا حسب لينا من واحد حتى 10. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. تبارك الله عليك. صنغتي شلحيت؟ ها؟ صنغتي شلحيت؟ لا تعرف. لو كان الخو خداوي لو كان داوى راسو. صح. ما عمره داوى راسو؟ لا كون داوى راسو. ولا قلت لك هذا المثل ترجموني بالفرنسي. لو كان الخو خداوي كون داوى راسو. واه زرفتي عليا. ترجمها لي بالفرنسي. ما عرفتش فرنسي. ما عرفتش الحق؟ لا ما نعرفش. والو. حتى لغة. والو. شنو هو الخوخ بالفرنسي؟ ما عرفتوش. والو. لا. هذا المثل صحيح ديال كون كان الخوخ يداوي كون داوى؟ كون غادي فعلا فعلا كون الخوخ يداوي غادي يداوي راسو. عمرك شي خوخ داوى راسو؟ لا. تشوفوا اليوم ترجموا لي بالفرنسية كون كان الخوخ يداوي كون داوى راسو. نقدر نترجموا لك انا بالونجلي ماشي. مزيانة هذه. If the fruit are treating herself. نعم. سميت الخوخ بالفرنسي. لا بيش. كون كان. كون كان. صعيبة شوية معقدة. معقدة شي لغة أخرى لا والو. غادي الكيريز الويميم ولكن خوخ ما عرفت سميتو. لو بيش. عاود عليا من الأول كون كان الخو خداوي كون داوى راسو. كون كان الخو خداوي كون داوى راسو. لا ما عرفتش والله جونسي. شنو الخوخ بالفرنسي؟ ما عرفتش الخوخ هو المشكل. لو بيش. ما عرفتش والله. معكلة. مخربقة معكلة زعترة ما فهمت فيها والو. كون كان لو بيش يداوي لاطيط. ما يمكنش. كون داوى لاطيط. لا صعيب. سي لو بيش الكيريز الكيريز لوي ميم. حنا بغينا الترجمة الحرفية. يداوي راسو قول لي راسو. وما جاش يداوي سوطيت ولا سطيت. If the fruit are treating everything they will firstly treating his head. Thank you very much. إذا المشاهدين الكرام حتى هنا وصلنا لنهاية حلقات برنامجكم ما تنسوش كلمة مثلنا اليوم قال كون كان الخو خداوي كون داوى راسو. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالطرائف اللي وقعوا معنا والترجمة اللي عطاونا المواطنين المغاربة صوب الإنجليزية الفرنسية والأمازيغية. غادي نودكم على أمل نلقاكم في حلقة مقبلة مع مثل جديد وضحك جديد. تبقى على خير.